السلام عليكم ورحمة الله إخواني متابعي قناة عالم الكناري. إن شاء الله ديما نجيب لكم حوايج اللي يفيدوكم ويعاونوكم ويسهلوا لكم أي مرحلة من مراحل حياة العصفور تاعكم. المهم اليوم نهضر على فيتامين من شركة ألمانية اللي هي شركة نيكتون. احنا اليوم عندنا فيتامين نيكتون اس فيتامين نيكتون او. قلنا شركة نيكتون هي شركة ألمانية رائدة في مجال صناعة الفيتامينات والأدوية لجميع أنواع الحيوانات بما فيها اختصاص الطيور. وحنا نهضر على الطيور بحكم أنه احنا من مربي الطيور، سواء كنا محترفين ولا كنا هواة ولا كنا من أي فئة من الفئات، المهم اسمنا محبي الطيور. نهضروا ونرجعوا للموضوع تاعنا اللي هو على نيكتون اس ونيكتون او. نيكتون اس عبارة عن محفز جنسي كما محفزات اللي تكلمنا عليها قبل. النيكتون او هو عبارة عن فيتامين مخصب يساعد في عملية التخصيب. المهم واش نقولوا احنا لازم اي مكمل غذائي ولا اي فيتامين نعرفوا كيفاش نستعملوه ونمدوا الطريقة الصحيحة والمقادير الصحيحة. احنا ما يخفاش علينا بلي اي شيء يزيد على حده ينقلب ضده، هذه حاجة ظاهرة وحاجة باينة. قلنا فيتامين نيكتون هو من شركة ألمانية رائدة في مجال صناعة الأدوية وشركة عالمية معروفة بالمصداقية تاعها، لا علينا إلى غير ذلك. طريقة تقديم هذا المنتج في العلبة أو في لانوتيس تاعو كما نقولوا حنا، واش يقول المصنع؟ المصنع يقول باللي نمدوا 1 غرام في 250 ملي لتر سواء من نيكتون اس ولا من نيكتون او. ويعني الانسان يخدم مخه برك يلقى باللي المصنع واش هدر على 1 غرام في 250 مليلتر تاع ماء، 1 غرام من نوع اس، ما قالش هو 1 غرام من نوع اس ومن نوع او في 250 مليلتر تاع ماء. حنا نخدموا مخاخنا برك بطريقه سهله وبطريقه مبسطه نلقاو لها الحل، ما كانش من اسهل منها. لو كان نحطوا 250 مليلتر تاع ماء ونحطوا فيها 1 غرام من الاس و1 غرام من الاو، راح يولي عندنا هنا 2 غرام في 250 مليلتر تاع ماء. هنا راح نمدوا جرعه مضاعفه، راح يكون عندنا حاجه اسمها افراط في الجرعه. وهذا الافراط في الجرعه واش يدير لنا؟ يدير لنا مشاكل اللي هي دخول في غيار ليش خاطئ. احنا في غنى عنه، احنا ماذا بينا نمشيو بالمقادير الصحيحه 100% باش نتحصلوا على نتائج ايجابيه 100%. قلنا نمدوا 250 مليلتر تاع ماء نحطوا فيها 1 غرام من الاس، ولا قلنا ولا 1 غرام من الاو، ماهوش 250 مليلتر تاع ماء كما نسمع انا ونشوف في بعض القنوات يقول لك باللي نحط 250 مليلتر تاع ماء في نصه 1 غرام اس و1 غرام او. هنا انا هضرنا عليها قبل، هنا ارجع 2 غرام في 250 مليلتر، هنا راح نطيحوا في جرعه مفرطه، راح نوليو في جرعه خاطئه. ثم ما مشيناش واش قال لنا المصنع؟ المصنع تاع الدواء يقول لك 250 مليلتر في نحطوا فيها 1 غرام، ما قالش 1 غرام اس و1 غرام او. تسمى نخدموا هنا ريسالنا واش نلقاو؟ نلقاو باللي كي نحطوا 500 مليلتر نتاع ماء راح نحطوا 1 غرام اس و1 غرام او. هنا راح تكون كاينه معادله صحيحه 100%. تسمى نمشيو واش قال لنا المصنع، ثم تكون الطريقه تاعنا صحيحه باذن ربي سبحانه، ونمشيو عليه لمده 3 اسابيع وبربي ان شاء الله تشوفوا هذيك النتيجه اللي قدمها هذا الفيتامين الرائع. يقدم نتيجه سواء من ناحيه التجهيز وسواء من ناحيه الخصوبه. احنا كي يعود عندنا طائر مجهز 100% راح نتحصلوا على موسم نظيف وصالح 100%. بالمعنى المختصر راح نطيحوا في كيما نقولوا احنا نتيجه مفرحه، نتيجه كيما قلنا مرضيه ترضينا، بحكم ان تعبنا وان حبينا نوصلوا للموسم مليح
نتبعوا مليح، نتبعوا الحاجه اللي تنفعنا ونتبعوا الحاجه كيما نقولوا اللي حطها لنا المصنع، مهما واش راح نعرفوا ما نجيوش نعرفوا كيما المصنع تاع اللي يخدم الدواء، لانه هو اللي اخترعه، هو اللي صنعه، هو اللي يعرف المقادير ويعرف الكميه اللي تناسب الطيور تاعنا واللي تناسب جميع الطيور. وبالمناسبه حبيت نفكر خاوتي باللي نيكتون اس ونيكتون او راهو يتمد لجميع انواع الطيور الا الحسون، لان عملنا باللي الحسون راهو عنده شويه حساسيه من هذه المنتجات، لازم نعودوه. احنا نقوم في قناه عالم الكناري ما نبخلوا حتى واحد، حتى مربي الحسون نوجه لهم تحيه ونقول لهم باللي هذا العصفور الرائع راهو في غنى عن التعريف. المهم خاوتي ان شاء الله ربي يعلمنا وربي يزيدنا علم وان شاء الله نستفادوا، وهنا ما زلنا نزيدوا نديروا حلقات اخرى، وبربي ان شاء الله نديروا يلا الحاجه اللي تفيدنا وتفيد غيرنا. وربي العالمين وش يقول لك، وفوق كل ذي علم عليم، مهما واش وصلنا لدرجات من العلم راهو كاين اللي يعرف اكثر منا وراهو كاين اللي يعرف خير منا، وربي العالمين هو اللي مد العلم للبشر. ويقول لك بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما اوتيت من العلم الا قليل. احنا مهما واش وصلت بينا درجه العلم رانا تعرفنا غير على القليل برك. المهم خاوتي موسم موفق ان شاء الله للجميع، وربي ان شاء الله يصلح لكم في طيوركم، وامشيوا بربي ان شاء الله على الطريقه هذه. نذكر برك خاوتي قبل ما نختم الحلقه، نذكر باللي هذا راهو فيتامين مليح بزاف، وراهو عباره عن محفز وفي نفس الوقت مخصب، ثم تكون بربي ان شاء الله جميع البيوض مخصبه باذن ربي سبحانه. استعملوا الطريقه الصحيحه برك، واستعملوا الطريقه اللي ذكرناها درك، بربي ان شاء الله تتحصلوا على نتائج ايجابيه 100%. وبربي ان شاء الله ما يكون الا الحاجه المليحه. والسلام عليكم ورحمه الله، وفي الامان خاوتي الاعزاء.